من الناس اللي مهوبها وخوتها واقفين معها الى يومنا لهذا اللحن. هزيم قدام والديا الله يحفظهم عليك. انا هزيم. الوالد ديالي كان دار واحد العمليه جراحيه على مستوى القلب، قلب مفتوح، انهزمت. كلمه واحده ممكن تغير لك مزاجك تماما، كلمه ممكن تفرحك، كلمه ممكن من والديك بيان. فضح البيوت كلي هو كيبغي يفضح بيته اسراره. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف الحال؟ كيفرحني بزاف وكيسعدني انني نتكلم لكم اليوم على الجميله والجميله جدا سناء الرحيمي. فاليوم غادي نسلطوا الضوء عليها وما غادي نخليو لا كبيره ولا صغيره عن الحياه ديالها الا وغادي نجبدوها. شكون هي؟ فين تولدت؟ فين كبرت؟ الحاله العائليه ديالها، الابن ديالها، النجاحات ديالها في ميدان العمل، وكذلك الصعوبات اللي مرت بها في الحياه ديالها. سناء الرحيمي تزادت بمدينه الدار البيضاء عام 1978، يعني دابا عندها 45 عام. سناء كتنتمي لواحد العائله اللي هي متوسطه الدخل، ما عندهاش ما خصهاش كما كنقولوا. العائله ديالها كتكون من اب وام، وعندها جوج ديال خوتها ذكور. انا الكبرى داخل الاسره، كانت فيها بنت وحده وجوج الاخوان، فبالتالي ملي كتكوني بوحدك في وسط جوج العزاره كتكون عندك واحد المكانه خاصه. فالطفوله كانت طفوله هادئه، فيها الشغب الطفولي اكيد، وللاسف ما عندهاش حتى شي اختها بنت، هي الاخت الوحيده والكبرى. انا ما عنديش اخت، فامي هي فيها اختي فيها كل شيء. فهي تولدت في مدينه الدار البيضاء، وكذلك عاشت بعض السنوات في دولة البحرين. فالبرج ديالها هو برج الجدي، واللون المفضل ديالها هو الأزرق، والهواية المفضلة ديالها هي الطبخ. عندي موهبة واحدة، هو أنني أجيد الطبخ. كنت عصب ودغيا كنبكي، كنخاف وما كنبغيش الظلمة، ما نقدرش نعس مثلا والشرجم هابط، ما تلقانيش في التكنولوجيا الحديثة، الانستغرام أحيانا والفيسبوك، ولكن اللي كتير سي الواتساب. ودابا غادي ندوز نهضر لكم على حياتها الشخصيه. فسناء الرحيمي ملي كانت كتقرا في معهد ديال الصحافه تلاقات براجلها، كانت كتبغيه بزاف وقرروا باش انهم يتزوجوا، وكان هاد الزواج عام 2000، وغير بالزربه في 2001 غادي تولد عندهم الولد الوحيد اللي هو محمد سعد. ام محمد سعد صادق، هو شاب حاليا في السنه الاولى جامعة، ذاك العام خد البكالوريا ديالو، الآن يدرس في الجامعة. علاقتي بسعد قوية جدا جدا جدا، ولكن للأسف بطبيعة العمل ديالها والوقت اللي كانت كتعطيه بزاف الخدمة ديالها ما قدرتش توفق ما بين الحياة الزوجية والحياة ديالها العملية. الحياة شوف كتعطينا بزاف الحوايج زوينين، ولكن كتعطينا الوجه الاخر. انا جزء من هاد الناس اللي عطاتهم الحياه بالظهر. ملي كتبداي حياتك الاسريه وكتصطدم مع العمل مع طبيعه العمل ديالك، كتولي عايشه واحد الصراع كي اوفق في حياتي الاسريه مع المهنيه. يعني باش تمشي بنفس بداك الخط المتوازي وتنجحي في المهمتين معا. فالزوج ديالها قالوا بقى كيتشكى وكيقول ما كتديهاش فيه وما كتديهاش بزاف في الدار ديالها، هادشي هذا غادي يضرها بزاف. الشخص الذي يتقبلك كما انت وانت مصيب وانت مخطئ راه هما والديك. ملي كتمشي عندهم كتلقى السند، كيهزك الغدر، الخيانة. الحياة كتعلمنا تجربة، كتهزمك أشياء، هذه هي الحياة، هذه هي التجربة. وغادي يبداو المشاكل الزوجية ما بيناتهم اللي غادي تؤدي إلى الانفصال للأسف. ففي هذيك اللحظات سناء أخذت القرار أنها تطلق وتربي ولدها غير بوحدها، وتكون منا راجل ومنا مرأة في نفس الوقت. ملي كتكوني أم وأب كيكون الضغط مضاعف. الحمد لله كانت معايا أسرتي، أنها معايا وبجنبي في بزاف المحطات. ملي كتكوني أم وأب شوية صعيبة المسؤولية. اطلقت سناء وتكفلت بولدها غير بوحدها، ولكن كتقول سناء أنها ما حستش بالوحدة أو بالمسؤولية بزاف، حيت دائما خواتها الولاد والأسرة ديالها كانوا لها سندا في ديك المرحلة اللي هي صعيبة بزاف. توفيق من عند الله سبحانه وتعالى ومن دعم الأسرة. أنا من الناس اللي
مها وباها وخوتها واقفين معها الى يومنا لهذه اللحظه. فبالتالي وربما هذا من الحسنات ديالنا احنا كمجتمع مغربي هو اننا عندنا متآزرين. كتلقى امك، كتلقى اخوك، كتلقى خالتك، عندنا هذا التآزر. التربيه ديال الولد ديالها اللي حاليا كيبلغ من العمر 21 عام اللي خدا البكالوريا بامتياز، كنديروا مجهود كل ام وكل اب إلا وكيدير مجهود مع أبنائه، ولا ما كانتش يد الله معاك راه ما يمكنش راه تحاول وتزرع تيسير ديال الله. تيسير ديال الله. فبالتالي كنقول أنا الأمومة كتعلمي، وهو راضيع كتعلمي، وهو في مراهق كتعلمي، الآن في مرحلة الجامعة رهان آخر. ولا ما بغاش الله سبحانه وتعالى وما يسرش الله واخا تحاولي. ربي أرزق سناء بجوج ديال خوت ولاد اللي فعلا كانوا لها سندا، اللي هما بدر وشعيب، وقفوا معها واحد الوقفة أخوية 100%. سناء كانت كتميز دائما بالأخلاق ديال الحميدة والعالية، وكانت إنسانة متواضعة لأقصى درجة، وبفضل اجتهادات ديال الكثيرة ولات محررة في القناة الثانية، لدرجة أنها ولات كتكتب هي الأخبار وكتقدمهم، وكذلك كتقدم النشرات المباشرة. سناء جوها بزاف ديال العروض باش أنها تمشي تقدم الأخبار باللغة العربية في دول عربية معروفة، وحتى بدأت تفكر مزيان في الفكرة، إلا أنها تراجعت وما قبلتش. فكرت فيها في واحد المرحلة، ولكن كان واحد الارتباط قوي ووثيق بالأسرة، دائما كان خمم المي با ولدي، فبالتالي ما كتابش الهجرة وما ندمتش عليها بصراحة. فقالت أن الأسرة ديالها هي أهم حاجة عندها في الحياة، ما تقدرش يتبعد عليها، وبالنسبة ليلى أن تربية الإبن ديالها هي الأهم في هذه الحياة، فالأولوية في الحياة عندها هي الإبن ديالها والأم والأب والإخوان ديالها، فما تقدرش تبعد عليهم. صحة الوالدين، صحتهم الوالدين شي حاجة كبيرة. الأولاد فهما يعني اللي تبكيك ملي كتقيس العزيز. العزيز كتهزي. الوالدين أنا كيجني أنهزم قدام والديا، الله يحفظهم. أنهزم. الوالد ديالي كان دار واحد العملية جراحية على مستوى القلب، قلب مفتوح، انهزمت ديك الصلابة وديك القوة كلها، انهزمت مني وصل با وهو مريض. هزمني قبل ما نوصلوا للعلاج وهذا، هزمني. فبالتالي انا الوالدين والولد كان كنتهرس. فهي ما خصها حتى شي خير، وعايشه حدا الوالدين ديالها، وكتربي ولدها تربيه حسنه، رغم انها بعض المرات كيجيوها شي تخوف. كنخاف انه داك المجهود كل اللي كنديرو التعب انه يمشي في الخاوي، رهاني كله على داك الولد. سناء ملي كانت صغيره وهي كتحلم انها تكون صحفيه، هي بصراحه الصحافه كانت حلمي منذ البدايه، وهذا الحلم ديال الصحافه ولد من الارتباط الشديد بالإذاعة والراديو. ولكن ملي بقات كتكبر شوية بشوية انحرفت على الحلم ديالها، فملي خدات البكالوريا ديالها قررت أنها تلتحق بالكلية ديال القانون. دراسة مشات للقانون، لكن رجعت مرة أخرى في شق آخر للصحافة، وجمعت ما بين القانون والصحافة. فقرات فيها عماين، ولكنها من بعد اكتشفت أن هذه ماشي هي الحاجة اللي كتبغيها وكتحلم بيها. لقيت راسي أنه ماشي هذا الشيء اللي كنت باغا، فبالتالي كان هذاك التوقف، وبعد منها مشيت للإعلام. فقررت أنها تبدل الوجهة ديالها وتغير التوجيه ديالها تماما، وفعلا درست الصحافة من اللي قالت الوالدين ديالها كانوا متفهمين الأمر بزاف، وكانوا مساندينها وشجعوها تل الآخر. وفعلا سناء ما خيبتش الظن ديالهم، كانت مجتهدة بزاف، فدرست في المعهد العالي للصحافة وتخرجت. ديك ساعات بقات كتقلب فين غادي تستاجي باش تنمي الموهبة ديالها أكثر وأكثر. فمن حسن الحظ ديالها أن القناة الثانية في ديك الوقت كان طالبة مقدمين أخبار وصحافة، فكانت ملي دفعت السيفي ديالها هي والصديقات ديالها فتقبلت باش تدوز عندهم تجربة عمل مدة شهرين. المديرين ديال القناة عجبتهم بزاف، وعجبهم الأداء ديالها، فطبعا ملي عجبتهم
زادوا مددوا للمدة إلى 4 أشهر. تم تمديد فترة التدريب، تحولت إلى عقد عمل، وبدأ قصة ارتباط بالقناة الثانية تمتد لسنوات. وهذه المدة ديال 4 أشهر خلاتهم يتأكدوا على أنها الإنسانة اللي كيقلبوا عليها، كتعرف تقدم الأخبار بواحد الطريقة امتيازية، وكذلك متقنة وعندها ثقة في النفس كبيرة. صباح الخير مشاهدينا الكرام، لقد كان كافيا نشر خبر يتحدث عن احتمال تأجيل موعد الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها سنة 2000. فهنايا غادي يقرروا أنهم يضيفوها للفريق ديالو، وبالتالي بقت خدامة معاهم لواحد السنوات طويلة. من خلال ذلك دخلت للديور ديالنا والقلوب وبغيناها بزاف. تلهنا كنكون وصلت لآخر الفيديو، كنشكركم بزاف على الاستماع، والسلام عليكم. ولا كل شيء كيسمح لنفسه أنه يقول أنه صحفي مع احترامي، لكن أحياناً كينحرف والناس كتربح تجارة مني كتصطدم مع القواعد ديال الأخلاقيات وشوية الترابي. اسمح لي، علاقة ما بين زوج وزوجة راك يقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، ساليتو ماشي بالضروري يساليو في ريزو سوسيو. فضح البيوت كلي هو كيبغي يفضح بيته أسراره، ولكن كنقول أنه هاد الناس وهاد التفاهة كتعيش من مشاهدة. فبالتالي لما شاهدتيش فبالتالي ما غادي يكونوش لا واحد. ماشي بالضرورة أنه جاتني هدية أنني نقتسمها، ماشي بالضرورة أنني نحل الكاميرا في بيتي 24 ساعة على 24 ساعة. فاسمح لي، الذي يشاهد يساهم هو الآخر بشكل أو بآخر في تغذية هذا التفاهة.